الحال يا دكتور، اديني حاجة تهديه. ده ما نامش بقاله يومين. يومين تعبان قوي. ده أكيد جعان. اديله اللبن ده. اوعى تكون مضروب. حتى المضروب مش هتحتاج لحد يعمل لك تجارب. دور على الأصلي من النهاردة. لما تلاقي لزقة الأصلي على أي منتج تشتريه خربشها وبعت الرقم على 4567. هيجيلك التأكيد إنه أصلي ولا تقليد. إحنا هنبقى 90 مليون مفتش برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية. اسهل يا دكتور اسهل. اللبن طلع مضروب.